نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الآيات الواردة في تشخيص حال الميت هل هي خاصة بالكافر أخذا من قوله تعالى فلا صدق ولا صلى، أم هي عامة في الكافر والعاصي والفاسق؟ الكافر يتحسر عند الموت وتشتد عليه الأمور ويكره لقاء الله، أما المؤمن فيبشر بالجنة فيحب لقاء الله ويفرح بلقاء الله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فالإنسان يبشر عند الموت، إما بالشر فيكره لقاء الله، وإما بالخير فيحب لقاء الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تتنزل واقرأ الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي ملائكة قبض الأرواح، ملائكة الذين يقبضون الأرواح، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فحينئذ يفرحون ويحبون لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.